أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. تنبيه سر المفعول بداية من اليوم وإلى غاية 10 ليلا على الواجهة الشرقية، بينما على المناطق الوسطى والغربية فالتنبيه سيستمر إلى غاية زوال يوم الغد إن شاء الله، عن تهاطل كميات معتبرة من الأمطار على شكل زخات تتراوح ما بين 20 إلى غاية 40 ملم، أحيانا تتعدى محليا ال 50 ملم على السواحل وكذلك المرتفعات. هذا الاضطراب الجوي مرفوق بأمطار على شكل زخات وكذلك بحبات من البرد خاصة على الهضاب والمرتفعات. أما على الجنوب سحب ركامية مطرة أحيانا على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع زوابع رملية ستنشط على أقصى الجنوب الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الشرقي. خلال هذه الليلة وخاصة صبيحة الغد إن شاء الله مقاييس ما بين 11 لغاية 17 درجة على الواجهة الشمالية، ننتظر 17 درجة إلى 18 درجة على بشار وتندوف، 25 درجة على الصحراء الوسطى، 20 درجة على التامرة ست وبسكرة، كذلك غردايا 27 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تبقى دائما فصلية على المناطق الشمالية، تتراوح ما بين 22 لغاية 25 درجة على الواجهة الساحلية، 17 درجة فقط على الجلفة، 35 درجة على غردية وبشار، 34 درجة على تندوف، 40 درجة على الصحراء الوسطى، 40 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ تقريبا على كافة السواحل، رياح ضعيفة لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 35 دقيقة. أمسية طيبة للجميع.